رجعنا ليكم مرة تانية مشاهدينا. فقرتنا دلوقتي فقرة الحقيقة مختلفة جدا، فقرة أدبية، يعني خليها فقرة أدبية كده ومرتبط بيها حاجات تانية كتير. فهنقدم فيها تجربة أدبية رائعة بتصنيف من أقدم أنواع الأدب اللي هو أدب الرحلات. بيشارك فيها الكاتب بقى قراءة مجموعة من تجاربه الحياتية اللي عاشها في 30 سنة اتنقل فيهم ما بين بقى دهاليز الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، آسيا الوسطى، وسرد من خلال تجربته وقصصه وعرضه العادات وتقاليد عديد من البلدان، وكمان صحح بعض المفاهيم والصور اللي ربما كانت مشوشة بالنسبة لنا بحس كوميدي لطيف من خلال كتاب مشاوير في بلاد كتيرة. ده اسم الكتاب واللي هيكلمنا عنه مؤلفه الأستاذ أحمد الليثي ناصف اللي مشرفنا ومنورنا النهاردة. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل. أهلا بيك. فكرة ابن بطوطة دي ناس كتير قوي بتحبها، اللي يسافر هنا وهنا وهنا ويتنقل ويعيش حياته وينفتح على ثقافات معينة. أنت غاوي سفر أصلا يا أستاذ أحمد؟ يعني الحقيقة مش موضوع هواية، هو ظروف العمل والشغل هي اللي أخدتني لزيارات دول عادة ما بتبقاش في أغلب الأحوال وجهات سياحية. قليلة قوي الناس اللي بتقول لك أنا عايز أطلع سياحة اليمن أو عايز أطلع سياحة كازاخستان أو الجزائر أو إيران، وبالذات في الفترات المحورية من تاريخ البلاد دي اللي أنا روحتها. كان الأول شغل أو الهدف الأساسي. كنت من بتتنقل الأول على سبيل الشغل، بتعمل شغلك في الأول والآخر حقيقة، لأن كل التنقلات دي كانت شغل. أنا اشتغلت في شركات مختلفة وكانت الزيارات دي بسبب الشغل في ظروف مختلفة. اللي حصل أن طبعا الواحد في الوقت ده بتمر بتجربة حياتية مميزة جدا، بتشوف حاجات مختلفة كتير قوي عن مفهومات عندنا. فجات لي الفكرة بعد فترة معينة أنا حاول ألخص التجربة دي وأشاركها مع ناس كتير يمكن يكون ما عندهمش الفرصة أو ما جات لهمش الفرصة أن هم يروحوا يزوروا الحتت اللي أنا زرتها. فيها حاجة أصلاً بعيد عن الكتابات الأدبية، يعني اتجاهك حتى العملي ملوش علاقة بالأدب ولا بالكتابة؟ لا خالص. أنا مدير في واحدة من أو أكبر شركة دولية في العالم في المنتجات الغذائية، وأنا مدير العام بتاعها في دولة خارج مصر. ممتاز. حاولت بقى توثق الرحلة الطويلة دي من العمل والزيارات من خلال كتاب تحت بند كده أدب الرحلات. أول تجربة كتابية لحضرتك؟ طبعا أول تجربة كتابية ككتاب كانت في محاولات بسيطة جدا هامشية كده أيام الجامعة، بس كانت حاجات صغيرة، مقالات، حاجات زي كده، بس دي أول تجربة ليا كتابة كتاب كامل. إيه اللي خلى حضرتك يعني تفكر إن أنت تبروز القصة دي كلها في كتاب؟ الحقيقة إيه الغريب اللي أنت حاولت توصله لينا حتى كقراء؟ سبب الموضوع ابتدى الحقيقة كله جه بالصدفة. كنت أنا في بلد برضو مش هسميها، وقامت عاصفة جامدة جدا طيرت الدش من على سطح البيت وقطعت الكهرباء وقطعت الموبايلات، ولقيت نفسي في البيت معايا حاجتين اتنين بس، الكمبيوتر الشخصي بتاعي وكمبيوتر الشغل، وفيهم بطارية كل واحدة فيها حوالي ساعتين ومفيش حاجة تانية خالص عندي. الانترنت كان شغال طيب؟ أفندم؟ الانترنت كان شغال ولا لا؟ لا مفيش، كله مقطوع. حلو. كله يعني انترنت، تلفزيون، تليفون، كله مقطوع. ففي عندنا حاجة دايما بندرب الشباب عليها، يقولك حاول تستفيد من أي مشكلة أنك تحولها لفرصة. فجت في ذهني الحكاية دي، أنا في المشكلة اللي أنا فيها دي إزاي أحولها فرصة؟ قلت يلا نبتدي نكتب الكلام اللي بيحصل ده. وابتديت أكتب، وأنا بكتب ابتديت بقى أستدعي حاجات كتير حصلت قبل كده، فابتديت أنظم الكتاب إلى فصول. والحقيقة استعرت التركيبة اللي هم بيستخدموها يمكن في الثانوية العامة الأدبي، أن كل دولة لها فصل، ده بيسموه العرض الطولي. يعني عندي كذا فصل بكذا دولة، كل فصل دولة. عندي بقى كم فصل في الكتاب؟ 10. 10 دول. طب أنت أكيد حضرتك زرت أكتر من 10 دول. مظبوط. ليه بقى العشرة دول تحديدا اللي انت نقلت تجربتك عنهم في الكتاب؟ هو في كتاب تاني عموما في استكمال لده اللي هو مشاوير اكتر في بلاد ابعد، بس ده الجزء التاني، بس ده لسه بكتب فيه. طيب ابرز البلدان بقى اللي احنا بنتكلم عنهم في الكتاب؟ هنا انا كتبت على اليمن، يمكن الفصل الاول كان عن اليمن، كان في ليبيا، وبتكلم على الفترة مثلا بتاعت ليبيا كان
الفتره اللي كان فيها الحصار بتاع لوكربي، فكان الدخول والخروج من ليبيا كان صعب جدا. عشت فتره في ايران، فتره عصيبه، فتره عصيبه جدا. وانا ما فيش اي ناحيه سياسيه في بس يعني كله رصد برضه مجتمعي مالوش علاقه بال مجتمعي اقتصاد، لا انا ما فيش اي علاقه بالسياسه. انا كل اللي عملته في الكتاب ده ان انا حاولت انقل صوره لحاجات انا شفتها. انا مش راجل مؤهل سياسيا ان انا احكم ولا ادي حلول ولا الخص مشاكل. يعني بنتكلم مثلا على ليبيا، كان شيء غريب قوي بالنسبه لي واعتقد لاي حد تاني، ان دوله في الوقت ده كان تعدادها ما بين 4-5 مليون بتعوم على بحر من البترول، والبترول الليبي اللي ما يعرفش من انقى واحسن اجود انواع البترول في العالم، وفي نفس الوقت الشعب الليبي كان عايش في ظروف اقل ما يقال عنها انها ظروف صعبه. اللي بيندول جيراننا وفي بيننا وبينهم علاقات مصاهرة ونسب ما بين بالذات الجزء الغربي من مصر، حفظة مطروح أو بني غازي بالظبط. فليه وإيه الحل وكده أنا ما أعرفش. أنا كل اللي رصدته الواقع اللي هو للأسف ما كانش واقع سعيد، أن دولة بالغناء ده والناس فيها عايشين في ظروف بعيدة قوي قوي عن المستوى المفروض يعيشه. انت حضرتك يا استاذ احمد يعني انت دماغك ايه وانت بتروح لاي بلد او بتوصفها؟ مثلا انا هروح مكان ههتم مثلا بالطف الاماكن اللي ممكن تطرح، مزارات معينه، طبيعه شعب معينه، حضرتك بتركز على ايه تحديدا؟ انا بركز على اللي احنا بنسميه الكالتشر او الثقافه بتاعت الشعب. ابتعد على قد ما اقدر عن كل ما هو سياحي. السياحي طبعا ده سياحه جميله وكده، بس بحاول دايما ان انا اكتب عشان يكون في قيمه مضافه للكلام ده. لو حضرتك فتحت الانترنت هتشوف حاجات كتير قوي عن اي بلد النهارده، كل الناس بتعرفها. انا بحاول اكتب اللي انت مش هتلاقيه على الانترنت بالظبط. حاولت انت حضرتك بقى تختلف مظبوط عن المعلومات المتداوله مظبوط. فبحاول اعرض اللي هو مش هتشوفه على الانترنت، مش هتشمه، مش هتدوقه. فاتكلمت عن الاكل تقريبا في كل البلاد، اتكلمت عن طبائع الاكل بتاعها، على عادات الشعوب، الحاجات اللي لقيتها غريبة شوية. كان في ظروف معينة سياسية حطتني، ومن وجهة نظر الأعمال يعني حطت عوائق كبيرة جدا، فعرضت اللي حصل واللي قابلني. ومرة تانية من غير أي حكم أنا بعرض، يعني بوصل صورة، ممكن اتنين يشوفوا صورة، واحد يركز على حاجة، واحد بالزبط. تاني يركز على حاجة وجهات نظر وجهات نظر. فأنا كل اللي حاولت أعمله على قد ما أقدر، وحاولت في نفس الوقت وأنا بعمل كده أن أنا أصلح مفاهيم للأسف خاطئة عندنا كتير. زي إيه بقى؟ ده سؤال جميل. بيكون عندنا وجهات نظر بتختلف صحيح ورؤى غير مكتملة تجاه حاجات معينة، أو فكرة خاطئة يعني أقدر ياريت نصلحها دلوقتي كده مع الناس. تمام. أبتدي مثلا ببلد عزيز عليا قوي، هي بلد الجزائر. في فكرة خاطئة عند عموم المصريين أن الجزائريين ما بيحبوش المصريين. الكلام ده مش صح، وأنا بنفيه. أنا عشت في الجزائر فترة مش قصيرة، الكلام ده مش صح. خلي بالك توترات الكورة بس هي اللي ربما بتنقل انطباعات. هو ده اللي حصل. هو ده اللي حصل بالظبط، أن الكورة، وأنا كتبت على الكورة، وأنها في كتب كتير بقى بتتكلم عن الكورة، مش الكورة واللعب والجون والبتاع. الكورة استخدامها كأداة في إدارة الرأي العام وفي إدارة السياسة حتى بقت بتلعب دور مش بسيط. وأنا كتبت شوية ملخصات من كتاب فرنساوي مهمة قوي اتكلم على الحكاية دي. الكلام ده مش صحيح. الجزائريين أول حاجة شعب محترم جدا، ساندونا في حرب 73 زي ما احنا سندناهم في حرب التحرير ضد الاستعمار. بيحبوا المصريين، وبحط تحتها كذا خط. بس طبعا هم شعب عندهم مثل جزائريين يقول لك النيف والخساره. يعني هم النيف يعني اللي هو زي ما تقول الكرامه، فهو ما عندوش مانع ان هو يخسر، بس اهم حاجه كرامته تفضل عاليه. وده من شمات العرب الابيه القديمه، الكرامه حاجه بنحترمها جدا. اما حد بيحس ان الحكايه دي حصل فيها مشكله، طبيعي ان هيحصل رياكشن. اللي احنا مثلا ما بناخدش بالنا منه، احنا بنحب المزيكا الجزائري جدا بس احنا مش عارفين. يعني مزيكا الراي دي حس جزائري، الجزائريين اخترعوه.
دي هم اللي اوجدوها. عندهم مزيكا تانية اسمها الجناوة، دي مزيكا في منتهى الجمال بيضربها اللي هو الجزء الجنوبي في الصحراء، ومشتركة في الصحراء الكبرى ما بين الجزائر وما بين المغرب، مش موجودة في تونس. وبتضرب على جيتار اسباني زي مزيكا كور روك. انا اول مرة ما سمعتها ما كنتش مصدق ان دي مزيكا محلية، انا قلت دي فرقة نجمة داي ستريتس حاجة زي ده كده. قربك لثقافة معينة، ثقافة طبعا الشعب الجزائري طبعا. ناس الجزائري لو حبك فعلا فعلا مش ممكن يكون عندك صديق اوفى من كده. دي فكرة اعتقد ان كان واجب عليا اصلحها. هشام الجخ شاعر محترم جدا جه وعمل حفلة في الجزائر، لو عشان ما بالغش اقول لك مثلا مش كل القاعة بس على الاقل 70-80% دمعوا، وانا منهم الحقيقة. اما ارى البيت بتاعه تجمعنا يد الله وتفرقنا يد الفيفا، وكل اللي كانوا حاضرين كانوا جزائري. يا سلام، يعني برضه شوف هو الذكاء في التناول برضه. يعني انت كان عندك ذكاء في التناول، وانت بتتكلم على اللي بيجمعنا كتير قوي، وممكن حاجه واحده تفرقنا. صحيح. ليه ما نتجنبهاش؟ دي الرساله اللي احنا بنحاول من وقت للتاني ان احنا نوصلها. اول ما لان الشعوب على فكره علاقتها وطيده جدا جدا. صحيح. جدا. صحيح. مفهوم تاني يمكن حاولت انا اصلحه. انا طبعا اكبر منك بكتير في السن، بس يمكن لما كنا قدك كان فكره شيعه وسنه دي كلمه نادره قوي، ما كانش حد بيسمعها. يعني كان المسلم مسلم وخلاص. شيعي وسني ما كناش بنسمعها. الكلام ده في يمكن العشر 15 سنه اللي فاتوا ابتدى يطلع، ويطلع كتير على السطح ويطلع بعنف. انا عشت في ايران فتره مش قصيره. وبرضه عشان ابقى واضح جدا، انا لا انا راجل دين ولا اقدر اقيم من ناحيه دينيه ولا اي حاجه. كويس، وفي ناس اعلم مني مليون مره ويقدروا عندهم القدره على الكلام ده. انما اللي عشت ولمسته ان في مفاهيم عندنا مره تانية كتير قوي مغلوطه. معلش انا بخش في حته حساسه شويه، بس ده حقيقي وللمصلحه. بس هو يمكن يا استاذ احمد هي بس فكره السياسه هي اللي بتجر الشعوب لصراعات، وممكن يكون هو اصلا بعيد عنها، ده اكيد. او حتى المخططات الخارجيه اللي بتحاك ضد بلداننا العربيه المسلم، بتدخلنا في مناطق حتى لو مش عربية، الإسلامية عموما، يعني بتدخلنا في مناطق برضو إحنا في غنى إن إحنا ندخل عنها. مظبوط. والشعوب لابد أن تتيقن للكلام ده كله. مظبوط. هي الشعوب العربية عندها تنوع ثقافي عالي قوي، مختلفين عننا في إيه؟ اللي بيجمعنا أكتر من اللي بيفرقنا. يعني مثلا لو خدنا دولة تانية، أنت ذكرت لي اليمن على سبيل المثال. اليمن في الفصل كنا بنتكلم على العراق. خلينا أقول لك عن اليمن مثلا. اليمن أما تروح هناك، وأنا كتبت حاجات وحصلت لي مواقف ساخرة كتير قوي. فكرة حمل السلاح في اليمن تقريبا تقريبا ما أعتقدش أن في إحصائية مظبوطة، بس تقريبا أن ما فيش، يعني أقدر أقول طفل ابتداء من 12 سنة ما معهوش سلاح. وسلاح هنا مش قصدي مسدس ولا بتاع، أنا بتكلم على مدفع آلي كلاشينكوف أو زيادة. تزرتها سنة كام بقى؟ أنا كنت بغطي اليمن لفترة حوالي 5 أو 6 سنين في أواخر التسعينات. وده كان في وقت سلمي، كانش في حرب في الوقت ده، يا دوبك كان حصل رجوع اليمن الشمالي مع اليمن الجنوبي مع بعض، وكان وقت سلم. أما تلاقي الشعب كله مسلح وبعدين تحصل مشكلة، ممكن تتوقع ان المشكله دي مش هتعدي بسهوله. انت بعد كده في وقت يعني الحرب وعدم الاستقرار كل ده طفى على السطح طبعا. صبت. في النهايه فالرصد ده برضو لو كان تم الانتباه ليه كان ممكن يصلح امور كتير بعد كده فلتت من الايدين يعني. صحيح. بس المجتمعات العربيه الى حد ما عندنا فكره عنها مش وحشه، لان دول يعني اخواتنا. دول اخواتنا وفي الاخر احنا مع بعض. دي يعني احنا لو اي نقد، حتى نقد اتكتب في الكتاب ده هو بلا أي شك هدفه الإصلاح والتصليح ومحاولة البناء، وما فيش أي نقد أو أي حاجة. وأرجو يعني أن محدش يكون يزعل مني أو يلاقيني أن أنا تجاوزت يعني بطريقة أو بأخرى في زيادة في السخرية مثلا. هي تجربة شخصية، بس هي تجربة شخصية وأراء شخصية، بس احنا بنميل للضحك أصلا. المصريين طبيعتهم اللي بيضحكك
لما بتقابل مواقف مختلفة. قولي أوروبا مثلا. أقول لك حاجة مثلا، حاجات ساخرة كده قابلتها، حاجات كتبتها. تتعدى مثلا مرحلة الصدمة في السخرية يعني. هديك مثلا بلد زي هولندا، ناس كتير قوي معرفش تعرف ولا متعرفش، بس ناس كتير قوي مستغربين جدا أن هولندا عندها قانون بيسمح بتداول المخدرات. ممكن أي حد يروح يتناول مخدرات في الحتة اللي بيسموها كافي شوبس، تمام؟ بس من سخريات الموضوع اللي عندهم قرش الكابتشينو بقى اللي كانت في الفيلم. لا ما خربتش الحقيقة. إنما مثلا من السخرية أما تروح شفت حاجة زي كده؟ لا أنا شفت، بس هقولك السخرية جاية منين. مش أنه هو بس بيشرب مخدرات أو بيسمح له يشرب مخدرات، ممنوع التدخين جوه. النظام بقى القانون القانون بيمنع تدخين السجاير في الأماكن المغلقة. فلما انت بتخش الكافي شوب، لو حد شرب سيجاره دي مشكله كبيره قوي، ممكن يسحبوا الرخصه. بينما ان القانون بيسمح بتدخين المارجوانا والحشيش، فهو ممكن يدخل حشيش ومارجوانا بس ما يقدرش يولع سيجاره. فطبعا يعني تبص تلاقي يا جماعه الكلام ده انتوا بتتكلموا بجد؟ وفعلا ده القانون على فكره، الكلام ده مطبق لغايه النهارده. فبتلاقي حاجات غريبه جدا. هي دي الحاجات اللي الواحد بيلاقيها ساخره. ايه تاني انت لاحظته برضه غريب كده؟ فين؟ فأنو في أي حتة في الدنيا أنت رحتها؟ يعني حاجة أحكي حاجة متناقضة يعني. أحكي لك بالنسبة مثلا طبعاً كوميدي. أحكي لك مثلاً عن اليمن، أن واحدة من المرات أنا كنت راكب، ودي حادثة أنا كاتبها هنا، كنت راكب طيارة، كنت طيارة داخلية، طيران داخلي، ولقيت المضيفة بتقدم، عارف بيبقى في سلة كده ساعات بتروح بونبوني ولا حاجة بتقدم للركاب، وبعدين تفادتني يعني ما قدمتليش يعني. فاستغربت شويه، وكان بدري قوي الصبح، فبابا بص كده يعني ما قدمتليش ليه. ف دي كانت من اللحظات اللي هو مخ الانسان بيعجز على ان هو يحلل اللي عينه لقطته. كانت المضيفه داخل الطياره، داخل كابينه الطياره، بتوزع طلقات رصاص على الركاب. دي في نفس الفتره اللي حضرتك اتكلمت عنها اللي هي في التسعينات دي. فطبعا انت ممكن تتوقع رد فعلي يعني، انت بتعملي ايه يعني؟ ومش مصدق اللي انا شايفه يعني، فعلا مخك مش قادر يستوعب اللي انت شايفه. فمسكت فيها، وطبعا جه واحد تاني للوظيف التاني وهداني، وقال لا مفيش حاجه، ده طبيعي. وابتدى يشرح لي ان هو كانت الظروف الاقتصاديه مش قد كده في الوقت ده. فالناس بتعمل الرصاص بتاعها كلها بيسموه بلدي، اللي هو يعني في البيت. كويس. فطبعا ما هواش محكم زي الطلقات اللي طالعه من مصنع، فما بيحبوش يحطوه في بطن الطيارة، لأن الضغط ما بيبقاش متوازن في ضغط الطيارة، وبيبقى فيه خطر أنه ينفجر، وعلى قولته يسوي مشاكل. كويس. فعشان يعادلوا الضغط بتاع البتاع، فبيطلعوه بيدوا كل واحد الرصاص بتاعه والسلاح تحت، فما يقدرش يستخدمه. طبعا انت انت ضغطك انت اللي هو بيطلع لنا ده هنا بكام، دي كلها هتتسلم اول ما تنزل. مواقف جميلة وتجارب حياتية حلوة برضو. والله بدعو الناس ان هي يعني تشوف الثقافات المختلفة من خلال الكتاب. شرفنا بوجودك جدا يا استاذ احمد. الله يخليك، ميرسي. وان شاء الله رب كده رحلتك تستمر وتنقل لنا الثقافات المختلفة اللي هي تقرب الشعوب من بعض وما تبعدهاش. هو ده الهدف. بشكرك جدا. شكرا جزيلا استاذ احمد الليتي ناصف، مؤلف كتاب مشاوير في بلاد كتيرة. شكرا جزيلا لحضرتك، وبشكركم مشاهدينا. وهنروح لفاصل، بعد الفاصل اخر فقراتنا في حلقتنا النهارده، ابقوا معنا.